أحبتي، أتيت لأحدثكم عن شهر الغراس. إن شهر الغراس هو مفتاح أبواب الخير كلها. إنه الشهر الذي نحن فيه، إنه شهر الله المحرم رجب، هذا الشهر الذي أمرنا الله جل وعلا ألا نظلم فيه أنفسنا، هذا الشهر الذي من أحسن غراس الخير فيه أثمر وأينع بإذن الله في رمضان. إن أحد أسباب فتور الكثير في رمضان يسيرون مع القيام والصيام إلى اليوم الخامس، الليلة السادسة، ثم يبدأ يضعف الإيمان في القلوب، ويخبو جذوة الإيمان والخير في النفوس، ويبدأ البعض يتوارى عن رمضان ويثقل عليه الصيام وتلاوة القرآن. سببه التفريط في شهر رجب. فإذا أردت أن تستفيد من رمضان فأحسن الغراس في رجب، ثم اسقه في شعبان، ثم اجني الثمار في رمضان. أول عمل في شهر رجب ألا تظلم فيه نفسك، فهو شهر حرام يعظم فيه الآثام، ليس فيه عبادة خاصة، فليس في رجب لا صيام ولا صلاة الرغائب. في رجب، ليس في رجب أيها الأحباب من الأعمال إلا أن تنقي قلبك، أن تنقي قلبك، وأن تقبل إلى ربك، وأن تحسن في عبادته، وأن تبتعد عن الحرام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك ذنوب رجب تطفئ جذوة الإيمان في رمضان. أعود إذن، العمل الأول في رجب أن نبتعد عن الكبائر، الثاني أن ننظف القلب من الحشائش، حشائش الشيطان والنباتات الفاسدة التي يزرعها الشيطان في قلوب بعضنا. بعضنا مدمن على كبيرة من كبائر الذنوب. إياك أن يدخل الشهر الحرام ولا زلت على هذا الذنب وعلى هذه الكبيرة. البعض لديه خيانة العين في جواله، له قصص من المراوغات الشيطانية راغق قلبه، أدمن النظر الحرام، هذه النظرات الخائنة في رجب ثم الاستمرار عليها في شعبان يجعلك تصل إلى رمضان منهك. أحبابي، باب الجنة في رمضان يفتح وأبواب النار يغلق، وبعضنا يدخل في رمضان وأبواب الجنان قد فتحت ومع ذلك ما يدخل، يجلس يراوح عند باب الجنة. مللت من الخير، مللت من العمل الصالح، تتلو كتاب الله فلا تتلذذ به وتقوم خلف الإمام. لماذا في رمضان سوق الأئمة الذين ينقرون نقرا ويسرعون في الصلاة سرعة لربما أخرجها عن حكمة مشروعيتها؟ لماذا يقوم الناس يبون يصلون بسرعة، وتجد بعضهم يقرأ في أول يوم خمسة أجزاء؟ أما والله لو قرأت الخمسة أجزاء في رجب وقمت الليل في رجب ولازال إيمانك يستمر إلى شعبان، إذا دخل رمضان ستدخل وقد ألفت الطاعة وتذل وقت حلاوة الإيمان. لذلك لا بد في رجب من عزف المهار. أحبابي، الآن الذين يريدون أن يركضوا، أصحاب الماراثون، أصحاب العدائين، قبل أن يركض يسوي عملية إحماء واستطالة للعضلات. لو ركض دون أن يحمي قدميه وعضلاته يجيه شد عضلي يجعله يجثو على ركبتيه في الأرض. نحتاج إلى تدريب العضلات الإيمانية حتى إذا وصلت إلى رمضان، فإذا قيام الليل، قيام الليل قد ألفته. بعضنا المصحف أول رفع له وبداية ختمة جديدة، تبدأ في رمضان لن تستطيع تواصل إلى الأخير، كيف أصنع؟ تدرب في دورة مدتها شهرين، هذا الشهر والذي مضى منه تسعة أيام، والشهر القادم وهو شهر الغفلة، شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. وشهر الغفلة قادم، ويسميه بعض الناس قصير، ليه؟ لأنه يروح بسرعة وله باغين الصيام، الله يجزاه خير، في جهة رمضان
ويدخل عليه رمضان وهو لا يريده، لربما فسماه بعضهم قصير، مو بقصير، إنما يا عبد الله عمرك هو القصير. إذن نحتاج معاشر الأحباب أولاً إلى الكف من الذنوب، ثم تدريب الإنسان على قيام الليل. درب نفسك من الليلة، صلي ركعة ثم زدها ثلاثاً الوتر، ثم خمساً، ثم سبعاً، ثم تسعاً، إلى أن تصل إلى 11 أو 13. فإذا ألفت هذه الصلاة وكنت تقوم بالقرآن ومعك المصحف وتختم في قيام الليل ختمة، إذا أتى رمضان ستقول للإمام: ألا تطيل القراءة؟ الوقفة التي بعدها لابد أن نعمل استعداد للقلب، أن نعد القلب لرفع الأعمال من الآن. نعم، من الآن. لا يصل رمضان إلا وقد أخرجت الغرماء، ومن كنت تخاصمهم أخرجتهم من قلبك. إنهم السجناء الذين يمنعونك من رفع عملك. بعضنا رمضان الماضي ما رفع إلى الآن، والسبب قلبه، به غل على مؤمن، أو قطع مسلما، أو هجر، أو قطع رحما. أخرج هذه الكبائر، بل أخرج هذه الأكماء، أخرج هذه السرطانات، استأصل هذه الأورام، أوقف نزيف الحسنات من اليوم، صالحهم، اصفح عنهم، بل واستغفر لهم، وطهر قلبك. لأنك إذا أقبلت على رمضان بهذا القلب الذي امتلأ حبا للآثام أو غلا على المؤمنين، لربما ما استفدت من رمضان، وهو مدرسة يتخرج الناس منها كيوم وقد أعتقوا من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه كذلك، ومن تحرى ليلة القدر كذلك. هذه الأجور العظيمة اللي يجعل بعضنا لا يتلذذ بها قلبه المريض. هذا القلب الذي نحتاج من اليوم عمل صنفرة وغسيل عاجل وفرمته عاجلة، حتى يبقى القلب طاهرا. طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر حرام، طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر البذر، وأنت في شهر الغراس. لو أن إنسانا أراد، أيها الأحباب، يرى الناس وهم يبذرون وما بذر، ويراهم وهم يسقون وما سقى، ويراهم يوم أن جنوا فتحسر: يا ليتني معهم، أعطونا البذور وأعطونا الماء. الله يمسيك بالخير يا أبو فلان، راحت الموسم، راح والبذرة انتهت. وبعضنا إذا بذرت في رمضان وحاولت أن تسقي في رمضان، لو أنبتت شجرة رمضان فإنها تنتج ثماراً لا تؤكل. تلاحظون بعض الثمار فيها حموضة ولا تستوي، لأن وقتها لم يكن وقت البذر ولا وقت الغراس. لذلك استعد يا عبد الله، الموت، الموت يأتي فجأة وليس له عمر. فيا عبد الله استعد، ومن اليوم، وابدأ من اليوم تدريباً. وأوصيك بهذا البرنامج أيها المبارك، من اليوم عاهد نفسك ألا تترك صلاة فرضا، ألا تترك تكبيرة إحرامها. درب نفسك أيها المبارك، الذي بقي على رمضان قريبا من 50 يوما أو 50 ليلة، درب نفسك في هذه 50. القرار الأول: لا تفوتني تكبيرة الإحرام، وأتوضأ لكل صلاة، وأقرأ كل يوم جزءا واحدا، والجزء 20 وجه. يا عبد الله، والله لو قيل لنا أن حرف القرآن بريال لختمناه في كل يوم مرة. وكيف وهي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم، 30 حسنة. من اليوم 30، اقرأ جزءا، ثم ابدأ بعد ذلك، بعد مضي أيام تصاعد، اقرأ جزءا ونصف، حتى تستطيع أن تختم هذا القرآن العظيم في 20 المتبقية من رجب. اختمه أيها المبارك مرة أو مرتين، ضاعف في حسناتك. الأمر الثاني: تدرب على الصدقة، اجعل لك في كل يوم صدقة. نعم، ولو كرتون من هذا الماء وقيمته 10 ريالات،
تدرب أيها المبارك، فإن من تدرب على الإنفاق ألفه وتلذذ به، وبعضنا ما تلذذ به لأنه يرى أن الإنفاق غرامة غرم، وهو والله غن. الوصية الثالثة: أوتر بعد صلاة العشاء تدريبا. إذا صليت العشاء وصليت راتبتها أوتر بركعة أو بثلاث، ثم بعد ذلك رحل هذه الصلاة إلى قبل النوم وزد، ثم إذا تلذذت بها اجعلها في الثلث الأخير من الليل، واجعل الساعة بدل ما تستيقظ على أذان الفجر قبله بثلث ساعة، توضأ ثم صلي ثلاثا خمسا وترا، ثم استغفر الله قبل أذان الفجر وازدد في ذلك، ستصل بإذن الله إلى منتصف شعبان وأنت بإذن الله قد ألفت الطاعة. والرسالة الأخيرة: بادر بإخراج الغرماء من قلبك، واتصل بعد الآن بعد خروجك بمن بينك وبينه شحناء، وقل عفى الله عنك وعفى الله عني، ولا تفتح ملفات السنين الماضيات، فبعضها أيها الأحباب يزكم الأنوف، وبعضها أيها الأحباب سجل كتبه الشيطان. عفى الله عنك، أخطأت أنا أم أخطأت أنت، حتى تجد لذة للطاعة. وأكبر سبب أخرج اللذة من قلوبنا أن القلوب ليست سليمة. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد أريتنا منازلنا من الجنان. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله.